من المسببات الرئيسية للأمراض. عاد هنا يأتي بعد قاع الإنسان اللي هي يوفر بعد قاع على راسه صحته، ذي يزقل في الطب وذي هذا، وإن السلوك صفحة سلوك وصفحة معيار لتحضر المجتمع وعقليته ونظافة أفكاره. يعني هون نوع من هون أنا نحسبها نوع من قلة الوطنية، بين اللي بعض الناس من تدخل دار وذا هو صار هو نظيف ما عاد قد تزرقي له تي في كلينكس تاعي ولا تزرقي له فيه تكبي له فيه شيء ولا شيء. بالتالي من يعتبر الموريتاني عنه انه مثلا موريتاني بيته وطنه ما هو لايق بلي يتم يزرق فيها مباريط بهاي الدرجه. وتوف ويا تعود سلوك سلوك بعد قاعد مثلا انا هنا تياها نسعى في قضيه مباريط هذه روايه عن اللي هو مثلا لين رجاشي لين يطلب يتمنى رواية قد لا عقب يوصل لها والله يسعى لها والله يعود مات لم تراجع عنها راجع ما عند ولان إن شاء الله التوفيق في الموضوع والله في المواضيع قاع كامل إن شاء الله تعالى لين تعود سهولة رامي الوساخ رامي المواطن الوساخ في الشارع أنا نبقي نتوصل عنها تعود بسهولة علي تعود مولي يعود يقتنع منها فضيحة إنه مثلا ما يالتو يزرق هذا لأنه يعني مسبب للوطن مظاهر ما هي محترمة مسبب لنا الأمراض مسبب لنا ياسر من الروايات في قرية للأسف ذلي معدل منها مع كامل الاحترام للقائمين عليه والتقدير لهم قد ما نحمل المسؤولية بي للمواطن من نفسه قاعد ما مساعد فيها صراحة درجة ما نقال أنها ثلاث خالقة في العالم شفت ذاك اللي قد تخلق في لبنان يا غير ما 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 سيطر عليهم واللي ما هو بمساعده من المواطنين صحيح عبد الرحام اللي بينهم عروس الله عبد الرحام اللي بينهم ضيف تذكري ما شنو هالطريقه اللي تجمعوا بها هذه القمامه عندكم تقريبا مناطق تجوهم تجمعوا منها القمامه ومنين منين تركاكم تحرقوهم ولا تجاهلوهم تردوهم شوفي احنا لا نعود وزاد احنا كيف احنا تعرفي كي قلت لك وسائلنا قاع ما هي ياسر ولا عندنا مثلا الامكانيات اللي نقدر نعدلوا لها نحن ذلي الدور انا قاعد ضركاتيها نسعى يا كان نقدر نعدل مصنع النفايات فهمتي نعود من مصنع التكرير نعود من خلاله قاعنا نستفاد نحن من اليد تستفاد من موريتانيا اليد العامله ونستفاد نحن من انتاج يعود يساعد به الناس الاخرى دي غير ذاك راهو اللي هم واللي زاد هو زاد هو توه رواية نتمناها أنا مثلا ما فات خلقت عليها هذا التوفيق إن شاء الله فيها يا رب. إحنا مباراة تنجوها شوفي إحنا هنا تيها منظمة اللي معدلة هي مجهودها الخاص مثلا هي اللي معدلته مروسة ما فيه أي دخل لشيء سوى هو شنو يعني اللي منين عدلنا أول أنشطتنا كانت في المدارس حول التوعية والمخدرات شك حد زي ما قلت لك السؤال ذاك اللي قلت لي كنت شاكة عن ذا انه مثلا يعطالوا زخم كبير والله مولاه مثلا يشجع والله تنعطالوا تهنئة أهمية والله رواية والله يسول قاع عنده أخبار تقع أخبارك من جاي وذا اللي عدلت تميت اللي عدلته ذا هو اللي كنت نترجى من الحكومة ونترجى مولي من حتى رجال الأعمال لهم دور في العالم كامل صح على كل حال استمريت لأني نعرف عن المجتمع نحن هو المجتمع المدني الفئتي والفئة اللي بعد ننتمى لها نحن مثلا تعتمد عليها المواطنين والدولة ذاك اللي ياضتها مثلا أصلا مقرر لها أنه يمتنحلها لكن هو الثاني مثلا تميت اللي عم واصلة مجهودي أنا الخاص جزا الله خير دائما ننتظر نعدل شي من العمل يعطيني مولانا شي من الشباب شي عود نعروانه وشي راني شاكره منهم الشباب المنظمه كاملين ونجبر متطوعين من ذا التواصل الاجتماعي وحتى عينا اللي يجوا لبلاده نجبروا فيهم مولي شي من اهلها يشارك معانا هذه للامانه احنا خارج شي من مباريات ما نقدروا نرفضوا اللي ما عندنا له سيارات صحيح ولا عندنا له اله مثل اللي يتنظفوا
تنظيف عميق كيف اللي يلا عدلوا في اللي خارج المباراة اللي نرتفد ونسكر يلا تنداره بلو حجار والله رمال والله تراب والله شيء ياك يعود المكان أصبح ما تلي في شيء وتعود عنده لوحة ممنوع هنا وضع رمي لوسخ هذا هو ما شفته يخلق وأنا ما عندي له إمكانيات نشوف البلايدة نشوفوها معقولة نكروا لها هذا اللي قالوا اسمه واو 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 واو, واو. ونقبضوا ونكروا معانا مولي واحدة واحدين عياوي يتطوع معانا واحدين عياوي يخلصون ونرفدوا هذا والبلايدة قدرنا نصقلوا بيك اللي يطهر يضكاتي منهم إن شاء الله واحدة إن شاء الله ونرفدوهم أنا وديك التركة وبيقولي أنا ما خلي أنا على كل حال ما قد خلي التركة والشباب يشتغلوا فيه وانت مواقف انت فرش عليهم صحيح فرش عليهم اشتغال معاهم بيقولي حد نقدم نظرة للمجتمع عياله هو الأول اللي يشارك فيها إياك يثبت وجوده فيه نقبضوه توه ونحوشوه متكرهوا مع مولاها لين عود كيف ذا يعدل له هناتي آخر الدشرة آخر شيء قد يصح من الدشرة ونقولوا له عنه لاحقوا في إنه مثلا اللي عاد أنا مرة نجهروا له عود عندنا الفضة نجهروا له لا تعود ما عندنا الفضة نقبضوا مولي ونكبوه في البلد هذا حرق اللي شفته وعدل هناتي غير صحي صحيح مثلاً من التلوث الناس تصاب بالتلوث فيها اللي يعود عنده القلب وفيها اللي يعود عنده ضيق التنفس صحيح وفيها اللي قاعد يودي له مرض ما كان خارج له لأنها أكسدة شيء من الأكسدة والسموم لا يا الله الإنسان يشمها ويتنفسها زين ضيفت الكلمة بما أنك مهتمة بنظافة الشوارع بسم حالة تكتشفتي عن هذا الشارع أنه يا الله ينظف الله عندك حد يمشي يقول لك أنه راعي الشارع الفلاني واقع له والله البلاد الفلانية واقع له نصبيني بوينك اللي عيت مرة يقولوا لي الشباب هنا يا البلاد الفلانية ضايعة كيف ذي نهارات قالوا لي عن بلدي قالها في راج الديك وأنا قاعد من عرب بلدي مشيت لي استهداوني عليها وشفتها ورشعت لها وفيه بلادات نمشي أنا باطن أركب الوتر ونمشي نزقن هكذا إلي نشوفه ونتأكد منه وتعودي ترجعي للدار لا يتعدي حساباتك وتاي تطلبي التركة تطلبي حد مثل الناس اللي يا غير صراحة من ذا المنبر نشكر هذا الشباب المثقفين راني شاكرتهم جدا صح لأنهم كلها شهادة عالية وكلها يعود بين دكتور ومهندس ومثلا ياط يعود عنده نوع من التكبر والله نوع من نظرة لصغره في السن ارتفاع شوي هي ارتفاع شوي عنده مثلا نظرا لانه مازال شاب نظرا عنه شهادته كبيره وعنه ما يرتعود هذا يقر زين عندي تغيير عقلياتهم هذه بعزة الوطن وتضحياتهم له هذا راني شاكرتهم عليه عن ارواقج الكبار ارواقج الكبار من تقولي لحد منهم يقول اخي عقد مباراه ما تعنيكم مباراه عند الدوله ولا مباراه عند شركات النظافه وهذا يقر الحمد لله اللي فيه الشباب الحمد لله ذكيات راعي فيها تحاول مساعدة في البناء سواء كان إيش يبيه اللي إحنا شاركوا معنا عدلوا معنا محاضرات حول توعية حول المخدرات يعرفوا أكثر هم التعامل مع التركة أكثر هم وقع من الناس الكبار مثل لوقتهم اللي يتكلموا بيها زين ضيفت الكلمة بما أنك كنت في القربة ما كنت هون موريتان اشتميتي لين جيتي انت يا من الغربة قبال وحالتي في هذه المهنة بالضبط انك تنظفي الشوارع تنظفي الاماكن اللي بعض الناس قاع مرتفع عنها صحيح كيف مولي نظافة المقابر في الخارج يجي يعود له ينظف المقابر لا ينظف الشوارع هذا اخيتي المجتمع لا ينظر له هون بنظرة نقول انا بعد عنها دونية شوي ايش تقولتي في ذلك السلم ان شاء الله لا نقول لك شفتي المقترب هذا يعود به اللي يعيش هو تقريبا انا مشيت من هنا مراهقه عندي سيزان صرت 16 سنه ورجعت الحمد لله اذا شي باني كذا رجعت لي دوبو سنتين وشوي حالات عني عمري كامل مضيته في القربة وفي الخارج وفي ياسر من البلدات العالم ساكنه في الامارات في مدينة العين قال عروس الخليج زين مدينة في الإمارات مثلا من قد التشجير ومن قد الهدوء ومن قد كل شيء فهمتي
وشفنا العالم الثاني، وهذه القربة منين تعيشي فيها تعلمك عن الوطن، عن رواية كبيرة، عن نقالي، عن نقالي وعن كل شيء. أنا كل شيء كنت أشوفه ونتمنى أن أعود مرة ثانية، كل رواية قد شفتها لا بناية ولا شارع ولا أي شيء اسمه شنو، أتمنى أن أعود بلد ما قاعد وسخ ما جابته زين. بنا اللي نحن كنتي لنت ميش سجاري تمنين يقبض حد ويربي في الشارع ندار عليه 500 درهم اللي هي 40 الفوقية يلومن بها ميش سجاري يعني زبونه تجي عليه قرامة فما تياها ف 500 درهم راه والناس كاملة تعرف اللي في الخليج ما تقدي يلحقك مشي اللي تزركي في الشارع ما قاعد لينك ساية وما بطاك انت تشربي فيهم وهذا اللي ما عنده وجه. بالتالي تعلمتي هونات يا حرمت مثل احترام الشارع واحترام النظافة السلوك المدني موليت السلوك المدني وبقيتي عنك تنقلي هذه الثقافة لموريتانيا تنقليها لبلدك. أنا قاعد ما اكتشاك عندها من السخاري الحقيقة وراني ماني قايلة بعد شيء خاص للشركات النظافة ولا ليش ما لقيت لها خاصة شركات النظافة؟ غير شركات النظافة يلا تقوم بدورها هي ذنب ما شاء الله الفضل عندها وذر تعطيها الدولة من الفضل على الأقل تقوم بدورها. أنا هون استغرب عيت أشوف بعض من الشوارع يوجع القلب. مالي شفت لك منه الصور اللي فيهم شيء في رمضان. أنا لفت ذا يوم 23 رمضان تعرف أنت عن صعب على رجاج يظل واقفين بذنبالي راجل قاعد متين صعب علي أشياء المرأة فهمتي يا غير انا الشين عندي هوناتيه قلت لك اني انا هوناتي ان هي شيء داع على قضيه الوطنيه. اما انسان اعطات له شريكه وامن ومول منها وعطات له فاضتها يا الله على الاقل انا ما قد نقول انه كالها والله ما كان لا انا ما اعرفش والله لا حسبوه ذاك حسبوه في الله يا الله يعود بلو المتوالي عنده ما ادعي لها تفتيش يومي والله يومين والله ثلاثة تخرص اياك ما زادت البليده من بعض يا خير عن شيء مكدس 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 معناته عنه لياسر ما جاء تفتيش صح. انا لين تعود عندي الشركه للنظافه يالتي مثلا اوكي رانا نظفنا اليوم قارعين الصبح يا قري الله يعودوا عندنا مفتشين صح عندنا ادات مطروحه تندار فيها مباريات حتى انت تفهم رقابه ايه ذا هو قلت لك يلا فما تعود رقابه يلا نعود متابع البليده اللي تابع لها فهمت. انا ذي النهارات طرحت امي روايه اخرى مثلا قاعده عذركتي يا خروج في الموضوع قال لا بدي نقولها صح صح تفضلي. موريتانيا مضيعتها مضيعها الناموس فهمتي. انا كنت شاكة عن كل رجاج مواليه لوكارتي اعطات لوكارتي يا الله يعود متابع نظافتها متابع شيء كامل فيها ما يعني ذاك. كنت مره مع واحد من الشركات المتوارثه النظافه قلت له انتم ما تطلبوا تششيه وانا قاعد من نفسي طريق طرحت طلب عند وزاره البيئه ولافت وردوا علي خارج الشجره هون قال الشجره تكافؤ زين يديروها المزارع لا سويه يديروها في المزارع هي طبيعيه صوع البعوض ومن ضمن البعوض الناموسات قلت طرحت على واحد قلت له انت ذي الكارتيل عندك والله المنطقه اللي ماني قايل يسوون تواليه لك اولا موسخه ثانيا قلت له مستنقع عملانه من الناموس بسم الحيلة هذا كثير الدولة قلت له دورت عقبت واحدة نهار من نهارة قلت له ما يصح. أنا قلت له قاعد طالبتك تصقل وطالبتك مولي تطلب تستورد لك شيء من الشجر شجرة كافور واحدة والله ثنتين والله ثلاثة والله عشرة تطين واحدين من الديار ياك الناس الأخرى تمشي ويا الله قبيلات يا توزع مولي الكارتي عود كله أربع مثلا عشرة ديار عشرين ديار عودوا عندهم مولي هو تجمع لهذا تعود عندهم تلفون مولي الشركة لين ما جيت رفض مباريت والله ما جيت أقبضها أنا قاعد مزين عندي إنها تبقى قاعد ما جيت أقبضها هي قاعد وين ما نفهمش فيه صحيح. خالقين بعض من المشاريع يعدلهم واحدين يجوك يتعاملي معهم للشهر يجو يرفض عنك مباريت يعطوا غير يعطون هار ولا اثنين ويجوك فاهمة غير مو هو شيء دايم تم مرة تجيك مرة توم ماركو ما جيت وتوت خاص والله كذا غير هذا على مجهودهم بعدهم على مجهودهم غير المسؤولية على الرؤوس الكبار ما هو مسؤوليته ذو قاعد يردون مبارك عن الديار ريالتهم يعودوا متعاملين مع الشركة ريالتهم يعودوا متعاملين مع الناس الأخرى يكون اللي انتم وكلفتوا بأنكم تردون مبارك عن لدمي وكلفتوا بالشوارع لتعنيكم نعد المجموعة الحضرية مع كامل الاحترام جاي للشركة ثم إذا ما نعطاركم إياك تمشوا بي صح صح يا يارتك هو رجاج يقدر يفطر يستعمل الشيء مثل اللي نعطاره ويقبضه يا غير يخلي منه شيء
احنا هون لابد تديروا عصر تشوفوا الناس ان شاء الله يا ربي ندور ما نظالمين حد ان شاء الله يا ربي. ضيفت الكريمة نرجع للموضوع طبعا لنناقش ونبقيك تكلمينا شوية عن نظافة المقابر يلي عندنا عنصر له نطلعه غضرك ان شاء الله يا ربي ونختار نتكلم عن هذا الموضوع ان شاء الله ربي. تفضلي. بسم الله. نظافة المقابر احنا عندنا الحمد لله اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين امين ان شاء الله. وعندنا الناس اللي نمشوا نزوروها يوم الجمعة خطرة ضاب مني مثلا عاد مشي هنا تياها مشيت نزور عم عندي شارع الرياض عاد عندي دموع طبيعي بحالته هي اللي تتعرفي عن مقابر المسلمين اللي الكف هذو اللي ما مسلمين هذه عندهم ياسم الاحترام صح رجع لما هم فيه شفت الحالة اللي هو وتميت دارته في البرنامج يعني على في الحالة اللي ندور شوف موضوع وشن هو للأمانة ياك نعودوا أمينين مع ذا اللي نعدلوا تميتي لذا هو خارج شاب من الفيسبوك طرح قال قضية مقابر موريتاني هذا على التواصل الاجتماعي وتوب لكنه ما هو موجود هنا فيها موجود في أستراليا خليت الموضوع وتواصلت مع واحد من الشباب وراني مع مقدمة التحية قالوا حي الله بس موجين وزاد احنا ما تحية خاصة من المنبر تحية خاصة كان لك ساعة المغرب لما لا يتواصل معي على الفيسبوك ولين يجي ان شاء الله تعالى لين يبدأ الموضوع مع الشباب المنظمة والعمال اللي بعيانة واللي اعلان هذا مشيت انا ركبت وسدرت فيهم جيت لهذه اللي في القصر وجيت لهذه اللي في الرياض وجيت لهذه اللي المدفن السعيد اثنين مشت فيه واصلنا نحن 15 يوم واصلوا معنا الشباب هذا اللي قلت لك لا يعودوا واصلوا معنا عندنا معدلوا معنا الاسبوع الاول الله قاعد الاسبوع الاول شهدوا حكم شاركت فيه الناس وشاركت فيه الناس قاعد لي نجبروها نحن تزور يوم الجمعه شاركت معانا الحمد لله وانضم لنا شي من الخرق قاعد ما نعرفوه وانضم لين عاد ما شاء الله دور قرابه 50 رقاج والله ذاك دخلت معانا في وتبارك نصب وهنا تياها لماذا لان قاعد تذل الاموات الله يرحمه ان شاء الله مده رحلت عن مده قاري واللي بقى بين نحن وهي ركات اياها هي صارت الى عالم اخر وطبعا لا هو كي ما دخلنا واحده وقال انهم لا يشعرون قلنا له صحيح هم لا يشعرون يا قاري نحن مولي عندهم حق علينا هو نوع من الوفاء عن الانسان اللي يمشي عنه رقاش هو نفسه ما يقدر يقول واقفش عن باريس والله وهاو يردوا عني باريس والله لا تخلوني مثل عندي عنوان يعرفني حد إلا خاض علي رحم علي بالتالي صبحونا هي نوع من بعد قاع من الوفاء نوع من الإنسانية ونوع من به جاي لنا عنه نوع من الرحمة بأرحام رقاش صحيح شبيلي احنا جينا للأسف الشديد ومردة بصراحة كبيرة ولا بقينا نكثر فيها الأخبار بداية غير عقب تلاتم الموريتاني قال يعني من فضول ولا بدها لها عادة تملا تنعلي وسول عنها صحيح مقابرنا احنا جيناهم وتلينا ننظفوا خلناهم كاملين وهون لا يفرض علينا عنا لا نشرحوا كل شيء صحيح صحيح ذاك هو الأهم وهو الأساس من هون أنا نعطوا للرأي العام جينا له ننظفه يا غير قاعد والسنة ما نخلوه يمشي مع الوسخ ونباره مع مباريت ونزرقوه فيها كيف اللي كي مباريت كاملة كيف بلمباش وزازوك أوتش لأن ذاك مثل ذاك بعد قد يسيطر عليه وقد مثله ورجع يا غير خالق رواية هي نظافة النفوس نظافة القلوب اللي ضركات إياها ونظافة الضمير نفصول فيها والعقيدة من نفسها عقيدة الإنسان صبحت وناتيها يلا يرجع لها التالي عاد علينا أنه يا الله أتمنى أن احتفظوا بالموضوع ولين نشرحوه للناس
زين. أولا نحن ما جرافد بينا. زين. لا صدفة. لا صدفة. لا صدفة. إحنا ما جرافد بينا نهائيا لأن قاع شاكين وهم بيلي أهل موريتاني. جيت عشت تراعي فيهم ياسر منهم. يقول لك ظهر عنه مثلا إنه متدين عنه دين وزين عنه كل شيء خالق له. وبالتالي هذه الكمية اللي جبرنا نحن وراه هو خارج البلدات ما امتسوا قاع بهم اللي ما هم ما هم ما هم مس ما فيهم رسخ. رد الله علينا للأسف الشديد عنا لأنه متأسفين وناتي حتى لأن يعني هذه مثلا كارثة كارثة حق كارثة بي اللي مخسرة زي ما قلت العقيدة. بالله الله يرجع لعقيدته بالله الله يرجع الدين نظافة ضميره هو من نفسه ونفسه. عرف انا عنك جاي معدل هذا ما بيك قطعا عنك ذا الانسان الا ما عندك سلاح تخطو به وانت توجهت له الشيء قايل انت عنه لا ضرر ولا نافع عند الله طبعا ابن الرسول عليه الصلاه والسلام السفيره الصحابه كثر في السفيره الناس انه سبب منامه انه كان مسحور حسب اللي سمعت عند احد العلماء يعني انا ماني عالم اللي سمعته عند واحد من العلماء قال صباح هوناتي عنك انت هوناتي قطعا عنك جاي هو ناوي للشر لانك داير هذا يكون عنك انك ما نقدر تخبط بروايه ولا تعدل هذه ولا تدير حبيب رقبته غير بعدين للوسائل اللي ده هي اللي مثلا يا الله تعود القرن 21 صحيح هي ما زالت موجوده الثقافة هي ما هي موجودة بشكل عادي هي موجودة هنا احنا ما بدنا نفرص علينا نقول هذا يعني ما كنت هذا الموضوع ما نبقي نثوره بيري انا من نفسي ندحسه منه مقلمني وشين عندي وعطيت اليالي قاع من خلعه منه ما رقد منه فهمتي لا الحقيقة يا غير برص علينا طرق له شوفي احنا جينا لهينا نتلاو نفس ننظفوا هو نصيبه نصيبه لي وحدين مزروقة في بليده والله عوشه خاصة انه كل من الحديد والله مولي القبار عليه ياسر من باريت والله بريكاته مقلعة والله شي فهمتي ترينا احنا قدنا قدرنا في المول درنا في المول مولي راني قلت درنا في المول مثلا بالتحديد نتلاو لا نردوا الصيبة لبلدها نجهروا اياك نردوها ماذا يفيد شي من هذا الزعبلات والله ما نعرفهم وش هو بشتى انواعهم لا نقول لكم مولي انواعهم صحيح تفضلي نتلاو ناظر بريكيات على 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 القبار ناظرهم على القبار لان القبار يا الله شريعته سوينا عن قضيه تنظيف وشكيفته سابق بعد قاع انا سويت عن نظافته وشكيفته يا الله ينقلع عنه الوسخ اللي عليه ويا الله يمسح عنه بالشور ولين تلاقي تردي هذا الحجار اللي فارقين عليه بالشور تردي بالشور تردي له عنوان وهو مدخل فيهم ومدخل تحتهم هذا الروايات فيهم كيف قلت لك كنا قد نرموهم عن بالط صحركم معنا بما يعنونا يا غير مولي داهي نعتوا لدى المجتمع انه فيه ياسر من الروايات يجيب السيطرة عليها ويجيب على رجال الدين التوعية حولها ويجيب على الأطباء النفسانيين النفسيين يتكلموا فيها للناس ويعرفون رجاج ويحدوا له انه ما يا الله يسعى للروايه ما هي من حقه مثلا بعض ذاك بعض اخبر فيه الاخصائيين يعني من النوع اللي يقدموا للناس خاصه العلماء خاصه العلماء وخاصه تتخرص ولا غيري مخلص صغير مخلص صغير تتخرص لين عدل كان يزرق كان ايش نعدل وهي ملانة لا من الأسحار ولا الأحجار هي لا تنزاد لي عندك حتى لين تعقب تبعد على تقصر لزقيبتين سبحان الله تين الهي نضبوها مشيت بيها طرحتها بقراش تين مولي ننظفه مرة أخرى أح ذو ذا عاد لك النهار ينتكت شوفي في شيء فرسان هذا شين قال فراس نديو إنه فراس البقر فراس البقرة وفيه البطط وفيه القرن القرون صابر بيه الخلع وفيه شراويط الكحل شراويط الكحل اللي يعود ملاني باللي باري وفيه السلوك وفيه البطط بطط الشنشان اللي يعود فيه جدول ولا من الاظفار عينيه ولا شي ما نعرف شنو
وفيه العظام اللي يعود كلها مكتوبة عليه بالكتبة الحمراء، اللي قالوا لي يعني مشينا اللي قرأوا هذا قالوا عن هذا دم مكتوب عليه بدم الديوك، وفيه طواقط وفيه البلاوي بلاوي الدنيا. بالتالي هنا تيا الصباح لابد يطلع عليه الرأي العام، ولا تطلع به الحوالي قاعد مجهته لا شر الحكومة أنه مثلاً عن يلا حيوط المقابر يطلعوا الفوق لين يعود ما يقد حد يرصه معاهم ولا يعليه الشبك. أنا لين سويت القرداء قلت له إن هون قصة فرسل يردها تفضلي. لين سويت القرداء قلت له بركوا يكبهون بعض، قال لي جوري حمير قالوا لي من عند المقبرة قال لي من لورا في الليل رافدين مباريت وعندهم مميسات، قال لهم يقول لهم حد عنهم لا يكبوا لهم مباريت يعملوا له هاك بالموس تالي مات لا عنده الله يواس. قلت ما تسويهم بوليس لي أيوة قاعد يكبوه ما شفتوا، قالوا قلت له المدة فيكم ماسك ماسك أعطاك تسكي منه صحيح، قال لي هذا احنا متعودين عليهم. قلت له قلت له يا ما عندك باطة يد في هذا اللي يرتدم هنا تيا واللي يعدل. قال لي شوف انا قال لي قاطي جاوني شوي بات في الليل دورت عود منهم ساعة 12 وهي القصة انا شينا عندي قال ابدا نقولها تفضل. وفيدهم قال لي ضويات وني قلت شفتهم قلت لهم انتم ما عندكم حد اضرو جاي لا يندفن، قالوا له ما عندنا احنا، قالوا له الا قاموا بكولوا روسهم قالوا له احنا عندنا بوكو ولا بد انا متوحشه بوكو ولا بد اريد اتكي حدا، قال لي قلت لك تتكي حدا بوكو ذا الوقت ذا الوقت ما وقت بوكو ولا وقت الرقاد عند بوكو انت اللي قالوا بقى سمعتي، وقام يتيشى معهم وقام يبكولوا روسهم قال لي انا ذا وانا عسان وخليتهم عني يمشي يقصوا بوكو ما بطيت ما عجلت، قال لي طيت ساعة ورا ثنتين مشاو قال لي لورا مولي صغيرات قال لي سنة يوم قال لي راجعت فيتهم ضوياتهم قال لهم بوب وقال لهم وعاء رقد ساعت قلت له هذا ما هو الأسلوب هذا شوي بيت وبيت عود حكمتهم عندك صحيح عيات للعمدة ولا عيات الشرطة عليهم صحيح. إذا بين القائمين قاع والله ذولي حراس ما هم ما هو قاع ما هو مرضهم تنتي هنا تي عاد نوع من التسيب اللي عاد فيه قلت احترام فوضى مولي فوضى عاري مولي ما تمشي من السلطات واقفين ما فهم ربطة من السنادرة زين ضيفت الكلمة اللي احنا قبضوا معان نطر المخرج عنه يطلع لي المكالمات ونقبضوا معانا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم مشاهد. وعليكم السلام. ألو السلام عليكم مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله الحلقة ماله أخبار لو في أخذ الشيء للأسف ما نسمع عن الصوت، تطلب المخرج عنه يسمعنا صوت المكالمة. للأسف ما نسمع عن الصوت، تطلب المخرج عنه يتقلبنا على هذا الصوت. صحيح صحيح. قولوا ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ألو السلام عليكم مشاهد. السلام عليكم وصباحكم السعيد. ألو السلام عليكم. تحية لضيفتكم الكريمة. هذا ما سمعنا. ونورت تلفزيون. مشاهد نحن ما نسمعين الصوت، المخرج عنه يقلبنا على هذا. راني شاكركم. شكرا. وشاكر هاي الضيفة الكريمة. شكرا. وشاكركم انتم ماتي دائما عليكم جدا توهر واهرة في البلد. شكرا. جيبوها لنا من جديد. وهذا يوحي بلنكم مهنيات وأحداث شي حقيقة. الحمد لله. هاي الوقت من قريب جدا. بلن جات لنا قطقات في الخارج. وبعدين إلين زاد قارج وعاد تختير شو بلدها وذات شارك فيها يجي بلدان أخرى. هذا الحد ذاته يخص ياسر من هاي الموريتانيين خاصة هاي الناس اللي مثقفة، والله الناس اللي عندها بعد مسؤولية عن شأن المواطن. ايه وفهم وجه رواية خطت هي بيها والله خطت بيها مولانا على المجاد نحن ذي الأحياء الشعبية. صحيح. اللي شبه منسيين وقابل اللي ويمزيك الثاني
نطلب من المتصل عنه يعاودنا الاتصال، نعود نسمعوا مكالمته. للاسف ما تمكننا من سماع الصوت. صحيح، نطلب من المخرج انه يطلع لي مكالمه. وعليكم السلام ورحمه الله. ما شاء الله فتبارك الله. الاسم الكريم التصمين اخ المشاهد. عفوا، مرحبا بك وسهلا. معك محمد احمد بن سلمي. مرحبا بك. راني داكتور صحابي بين المدربين بزاف. شكرا جزيلا. وقدم تحية لكل الدراسة محمد صالح. شكرا. 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 صحيح. كنت معاي ولي دائما. صحيح. أكيد الأبحاث ان شاء الله توصل ان شاء الله الرسالة. شكرا جزيلا لك اخي المشاهد على هذه المداخلة الاكثر من رائعة. هذا شخص كان عنه معاكم عضو معاكم في المنظمة. عفوا، نطلب المخرج عنه يطلع لي الصور، عدنا نتكلموا عنهم ان شاء الله ربي. هذه الصورة ضيفتي الكريمة. هذه الصورة نهار جميع قدر من الوسخ، قدر من الروايات الثانية. نهار متين لا يعود الساعة ذاك الوقت لا يعود. وهذا في واحدة المقابر. هذه مقبرة الرياض. مقبرة الرياض هي أكبر مقبرة هنا ظهر لي. هي أكبر مقبرة وهي أكثرها مباريط وهي أكثرها خرابيط بني. لما تحت السماء في دواهنا تحت الصورة الموالية. المشاكل اللي ذهبوا وهي هي الأولى قاع مطلوب منها ياضة يطلعوا حيوطة ياضة تندار عليهم بربدة. هذه الصورة. هذه الصورة ياضة تكبر عليها شوي لأن هذا نهار متين. نطلب من المخرج أنه نهار متين. يزوم الصورة شوي. حدثنا عن هذه الصورة. الصورة هاي الصورة كانت نهار متين، نهار واعر على واحدة مد عليها تأخذ الشمس ذاك الوقت، خاصة من طبقات معينة من المجتمع. تمشي راني بعد ما هو نوع من الرياء ولا شكر النفس. غير يوم 25 في رمضان. شوفي يوم 25 في رمضان في سكتارين قالوا وانا تماس حتى قربع سكتارين قالوا سكتارة واحد سكتارة اثنين تجوني. وتشوفوا كانت معنا راني موجه تحيه للصحه والسلامه. كانوا معنا ذاك النهار جاوا عطاوا معنا محاضره للمواطنين حول اهميه النظافه وخطوره. احنا للامانه لا حد قطع عدل معنا الواي لا يقولوا واحد ما قطع عدل المدي ما سلم معنا شيء. عادي الصوره المواليه. يوم 25 في رمضان وكنا نختار نعود بين هذه الفئه من الشعب اللي يا للاسف الشديد. صحيح. البلاد اللي برنا فيها ناس مرضى. وكلها شوفي هذه الصورة. الله لك أنا ذاك فراش الديك. لا إله يا رب. ذاك فراش الديك مملي. ذاك بضنا له الصوتات. إيه صح بصوتهم. كريناهم
مشينا بيبي شوي وحشنا عن انه هاي صح للشارع. هذا في بيدين قاعدة في راش الديك فيك انا هاي مخلوق وانا اللي حلاف يدي ماتيا بتفرش بذاك في ماتيا دور نعرف الصيف كيف يبدأ نتعامل معاه بيها زين. الصورة الموالية هذا عمل متعب وكل كرينال ونحن بعد ما روصنا عدلنا له ذاك اللي مجهود نحن تقدينا بعد نعدله مجهودنا الخاص قدينا نعدله وعدلناه والما قدينا نعدله راعينا وبيناه للسلطات وبيناه للمواطنين وبيناه للشعب وبيناه للناس كامل صحيح عن هناتي أظهرك ما تخالف أظهرك أتيها أنا من نفسي ونتحدى حد يقول لي عن واحدة من الدول اللي شوي تدعي انها مثلا عاد عندها وعي وعاد عندها ثقافة صحية عنها مازال في هذا النوع، لأنه ما تخالق. صحيح. الصورة الموالية. لا تخالق والشعب هم اللي ما يلطعوا عنده ديال دي البلوكا. وظهر لي مولانا عني هم اللي لا من السوالين قاعدة عنده، أنا مبكينا عنهم هذاك اللي عنده الشركة متواليت. بس سمحوا لي. صحيح. الشركة منين الصقعة؟ سمحوا لي للشركات وسمحوا لي للمجموعة. الصورة الموالية. هذا واجب وطني وأنا ما قد نعود يابسة. جاية من هذا ونعود نشوف وانت نبري وحدي ما قلت لك صحيح وبعطيك بيجي تحضر معنا بعطيك هلا قلي ساعدوكم بعض هذه الصورة هذه الصورة توحي مثلا هوناتي عندها قراءتين قراءة يعني أنا ما شوفي أنا بدي منين جاية ذاك تراعي في ذاك وعمري بدي منين عشت كامل فهمتي يعني البيضان دائما عندهم نوع من شوي من التكبر والفخر والويات وش ما عرف شو من العقليات اللي مثل الناس سوفات منها ماتت واحدة فيها كيف كنت جاي أمس من هون جاي أمس من هذا الهون متعود عليه وعايش حياة كريمة وانتي وياك تعود اللي أمه اللي كيف ذا خلق تركبوته زينة ويقول ماشي تقعد بدار زينة بك الحمد لله ياك تعود طيت من العمر في الخارج عود العاد موفر لك باش تمعيش صحيح والله تعود بعد عندك عقلية عندك سيفور كواتي بشي تدخل مبارد صحيح لو درياسر مشيت واحد فيه ما مبارد صحيح الصورة نختيرها تعود واضحة للمواطن عن المواطن عنه مثلا المستعد يضحي في كل شيء يسوي شنو حتى ذاك اللي عايش من السعادة والنظافة والترقي والتقدم وكل شيء نشوف وطنه في صرفي في مجالس وهو شنو يعطي يدخل فيه صحيح الصورة الموالية هذه الصورة تنور القمر هنا تياها لين خاطب بها الآباء والأمهات ونطلب بها قانونيا لعادك الصح وطالبة بها الدولة كمثلا وجهة نظر عندي أنا دابط مثلا كمواطن موريتاني يختلي أطرح رأي بأن يا الله هاي التركة تقبل قاصرة تحشش وتعمل مخدرات يعني أول شيء يعاقبوا به والديها وخارق رواية قط من هون وجه تحية رئيس الدولة قط قالها ويالله ويالله تعود الناس شرحتها بمفهومها اللي قالت به أنا رجال العدة ما هو مثلا إنه يتم يخلي تركه ما حاكمه مشكلة به الحمد لله الناس بصحة جيدة وتقدر تملي تولد ما عادي وتتعرصون تولد يا قير رجال خليه يشير عاد مسؤول عنه صحيح. مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى مسؤول عنه قدام ضميره مسؤول عنه قدام انه ما يجيب بلاد للوطن ذو انت وطن انت موريتاني ما لك مزيل شيء لا تخلي لها يشير وتصدروا لها مجرم وتمشي تعنه وتخليه مزروب هذا ما يقدي صح صح ما قرا وبالتالي عادنا احنا نص وضع عادنا مجرم يعدلنا هذا وين خرج السجون هي هو اول يابا ها يعني بعد خرج السجون وتو الاول الزيت انت الوطن مثلا عن حد العله ما هو رقاش هذا حد لا يخلي تركه يقعد له لين يربيه سواء اتفق مع امها والله سواء ما اتفق معها عاد مسؤوليته هو والله مولي ما انا قادره على شيء الحمد لله العلم تطور والموانع معرمه اللي ما تخلي رقاش مع كامل احترام للمشاهدين ما تخلي هذا الزمن هاي زمن العولمه وزمن السرعه مولي زمن السرعه ونحن دخل علينا بالشيء من الباديه ودخل علينا ياسر وروايات ما نعرفه وبالتالي يا الله يعود عند الراشدين منه كاملين المهم منهم لا يعود عند الشاشره يقعد لهم لين يربيهم لين يخبرهم وهذه قضية هنا يرجع ياسر المشاكل المدنية رياضة تعود لوزارة المرأة مسؤولة عنه ومتابعته رياضة يعود هنا حماية للمطلقات بنا اللي احنا من نجو
قال للاسف الشديد ماني مودي قد انا وصل لجماعه ثانيه تعدل شمر ولا تاخر هون ياسر الخرابيط اللي مثلا خطير صحيح يجوا للاسره اللي هو عندي شير محشش بدل ما تداوي عنه محش وقع ما هو نتيجة شفت في روايه مراكز اللي عاد تهي هي اللي قابله وحجاب والله قابله شيء من يقولوا قندي والله فيه المجبنه والله ما نعرف وشنو نقول له السلام عليكم هذا ما قابلت المجبنه ولا تروح لي تكف هذا تواقف لي واحدة فيهم هذا هذا مخسر أخبار يا غير هذه قاعد ما هي مسؤولية تنتي هذه مسؤولية بوبو هو أبوها عدا بينته خلاكته وشي خلاكته وشي ما قد قاعد تلفن عليه بيها المرأة اللي معاها المرأة الأخرى يسر من المسائل اللي الله زين المجتمع ما يقدر يتقدم ما تقدر يتقدم بالحكومة صحيح مع يتقدم تغيير العقليات مشكله عندنا هذه وشوفي انا مودي هون عندي روايه انا اوجهها للنخبه الموريتانيه انا النخبه الموريتانيه هذه واحد فيها روايه انا واحده فيها لا سياسه صحيح الا الاحزاب والسياسه وانت نجحت وانت ما نجحت الى نعد الانتخابات الى نعد هذا هنا تيه ما هو مطلوب احنا قاعده تمين لا سياسه وخسرنا المجتمع وقال فت مترينا من مباريات المخدرات والتسرب المدرسي والتسيب المدرسي وكثرة الطلاق وكثرة هذا بالتالي مثلا ضعنا صحيح. ضعنا نحن ضعنا صحيح. صحيح وهذا هو ناتي موجهة للنخبة الموريتانية يبيك اللي نجتي النخبة هذه اللي قرأت تمشي يا في الصدر ولي الطبقات الثانية كلها على مستوى عقليته نوم تقعد هي وتقفل عليها فندق صحيح وتقعد تناقش موضوع فما تياها كلها يناقش الأخرى أنا محتاج تعلم هو ويعرف وانت تعرف مثقفين الاثنين افكاركم يا تعود تعدل بها ندوات في كل بليده للمجتمع توعيه للناس الاخرى اللي ما هي فاهمش يقال لكم انتم وتقضوا احنا اليوم تيارنا معدلين كذاش ويمشوا البطاقات شر للدكاتره والاساتذه والناس الكبار وجيه وتجمعوا تقبل عليها وترد ذاك الراده بينات هذا ايش فايت الموريتاني مو خالك نطلب من المخرج انه يطلع علي الصوره المواليه هذه الصوره هذا خزوع عليه خزعبلات وقلات الشيخ صارم خزعبلات ثانية الصورة الموالية هذه اللاجز بين ذيك ذيك أستاذ النواف ما تمشي معنا ولا رئيسة قالت الأخت قبل ذيك رئيس تنبالت زي ما يسموني ركاتي يا أصحاباتي وهي الصورة الموالية راعينا جينا لهذه الصورة. بقيت تكلمي لي شوي على هذه الصورة، هذا البطط وهذا الحجاب وقفل ذاك. خرابيط. خرابيط هذا اللاجز هذا 1% اللي يعني أنا قاعد هذه الصورة ما قط مرة تعني الحبس ولا مرة البريد ولا شيء. هذا كامل منكوت من ذمات إياها يا للأسف الشديد وكميات كبيرة منه وإحنا رفضناها لعارب. العلماء شنو الحكم اللي قالوا لكم انتم الحكم اللي قالوا لي قالوا لي عني شوفي قالوا لي عنه ذاك اللي يفتح لا تفتح عنه بطل والله ما بطل انه ينقبض شوفي هاو البطط فيهم روايات فما فيها يخلعوا اعوذ بالله فانت في الروايات الثانية لما يخلع من ذاك وهذه الروايات ذي الصورة منهم فاتهم فتحوا هاو فتحوا هاو كثيرا فتحوا معروفين اللي ذاك اللي قفضوا ما عرفت ايش توسل ما في مفتاح ما في مفتاح ولا عنده روايه وقال زربيه وقال لي منادم عموله راسه ما يقدر يفتح عنه شيء ما قال بعد هو انا ما اعرف هذا ايش هو اللي بده مفتاح يفتح عموله وانا ما اعرف ايش ذاك الاخر حكمه من جبناه للعلامه قال انه عن ذاك اللي انه يعدل وينقبض اللي فتنا فتحنا احنا وقرينا وعرفنا اهله وعرفنا الساميم عننا والله باطا اعرفهم ذا اللي يعدلوا ويقبضوا ويطرحوا وحوز عليه ويجمع الحروف يقول لك هذا فلان ودي فلان يقين هو قال انه هو عنا يا ضفنا اي حد جبرنا نعلموه احنا ما نقدر نعلموه هم موريتانيا ساميهم سياني كاملين لا فلان ولا فلان عشت ولا بنت محمد عبد الله ولا مبارك ولا كذا ذاك ولا كذا اذا بينها اسامي متشابهه كامله ولا تقديت تقولي له فلان انت راعي هنا سبك اللي قد يقعد اسم حد اخر ما هو هنا تعود في تجنب ما ذاك انا قلت اني ما قدر اعدله
قال لي هذا لابد منه. أنا قلت له ما قد نبحث عن موريتاني كامل وتمت وهاي لا فلان ولا فلان، ما قد عدل بين اللي ما هي هذا. يكون أرواقيش ذوك وما هو واضحة أروايتهم وقضيتهم، مثلا ذيك قصة أخرى، ذيك قصة أخرى. غير قارنا عنا نقبوه ونصبوا عليه ياسر من البارد، عدلنا نحن عنا نزلنا حقه وفطل. قالوا هم عنه يجار له إنه يصب عليه ياسر من البارد، و الفات انفتح منه وذا الفات انقرأ وذا ما فات انقرأ. قال العلامة عنه يقبض له حاسي ويجهر له ويندار فيه ويتم ينصب عليه فيلمين، ينصب عليه فيلمين، ينصب عليه فيلمين، ينصب عليه فيلمين، ويتم لا ينصب عليه، ينصب عليه، ينصب عليه، نين يعود الحاسي ما تلي قد يربط شيء من قلت له العلامة قلت له هون قاعد الحمد لله يا الموريتاني طبقة من هو اللي بعدنا عنها مثقفة، ما هي ما تؤمن بالنوع من المسائل معناها بعد السامية على كل حال موجودة. مع كل الاحترام هي قدرنا موجود على اشكال متعدده هي السيدات والثاني نعرف انهم خلطات ازواجهم عروي لان الثاني مواطن ما في داعي لذكر بيني انا تعبني بالاسئله وعلو انا فماتي وانا ماني فما انا ماني لين اعطي حد في خبر صح كانك فم والله ما انا فم ما اعرف لكش لعدت اللي فم انا نزلت حقه عنك ولعت اللي ما نكفم رانك ما نكفم تو معناته عن هناتيا ما هو موضوع الجدل، موضوع الجدل هناتيا عن المقابر يا الله نعرف ذا الشيء ويا الله العقيدة تم تنعط عنها دروس للناس ويا الله مول الناس نظف قلوبها صحيح اللي قال العلامة الشعراوي رحمه الله لو صابر الحرامي على رزقه لأتاه بالحلال رزق رقاش جاي وجاي صحيح ولا مول حد يمشي عدل رواية احنا السحر ما نقدر ننكره صحيح اللي الموت ما يعرانا هذه قد ما نلحق ذا البيض الله كاتي ماشي من عندكم الله يطول هدينا ساعت بالنب النرقاش ما عينه في شيء يوم القيامة هو مولى الله تبارك وتعالى يعفي حق الآخرين يعفي حقوق بين العبد والعبد يقال حقوق الآخرين لا يجير أبدا أنت من نفسك بيدا رافد روح والله رافد رواية شكلي الله رافد رزق مدة والله تفكك أسري نهار ما مطول العبث والله تفكك أسري واللي أنا قاعد شفت فيه روايات فيها أن رجاجي يخسر تركته ما صراحة أنا لمني الحديث فيه فهمتي لا عن يالله توهاتيها ذي قلت لك الناس اللي تقفل عليها بيرو الفنادق وتعدل فيهم فما تشي من نقاشات السياسة وروايات وتخرابيط تمشي تواعي بعد تنهض بعد قاعد بالمجتمع ترفع من مستويات عقليات المجتمع اللي تعدلوا بعد قاعد مدة ناضجة احنا للأسف نخبتنا بكل صراحة نخبتنا غايبة نخبتنا نخبة مصلحية صح يعني انا راني قلت بالتلفزيون راني راجع عنهم غايبة للأسف للأسف نخبة وعلى ليها الباسة ومصائب شفتي المجتمع الموريتاني تحاط برواية قال الأنانية والأنانية منين ما تقير من الخرق ويتغير مال الناس عن رجاش قاع هو قاع رجاش تمي يتري من الدنيا يتري من الدنيا يتري من الدنيا حصارات ما بقى ما قال له هو اللي الفضل ايه وذا شني فاي ابري تماشي ماشي حق بقى راحل راحل نعوذ بالله نقبل معنا مكالمة لما المخرج عم يعطيني مكالمة هذا راني عندي اخبار نظافة المدرسة لا نقوم بها برك ان شاء الله الو السلام عليكم السلام ورحمة الله الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك وسهلا تفضل اخي الكريم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله الله يحييك شكرا اهلا اشكركم جزيل الشكر على برنامج الشيق شكرا جزيلا واشكر ضيفتكم الكريمه على هذه المبادره اللي قطعنا يابا التحديات التغذيه مسألة النظافة لابد منها لكل حال. صحيح. بالنسبة لي كمواطن في واحدة من هذه الدول تقريبا الإفريقية المجاورة. بالنسبة لي كمواطن في واحدة من هذه الدول تقريبا الإفريقية المجاورة.
تقريبا الواقع قطعا وقطعا لأنه تقريبا ما هو مستجم مع الواقع. صحيح. نظرت في الدول الإفريقية المجاورة قطعا تقريبا لا يزود ما من مستوى موريتانيا قطعا نظرت فيها. قطعنها عاطينها عناية وعاطينها تقريبا فوق ما يستحق قطعا ما يستحق شيء جاء نظرنا. أنا في دولة إفريقية هون قطعا تقريبا كل أسبوع معطين يوم نظرنا ما تفتح فيها. تنقلق جميع الشوارع وتبقى النظافه مستمره حتى الساعه العاشره او الساعه الحاديه عشر نهارا حتى الساعتين تفتحها تجاهدين وتستمر ان شاء الله ومستمر. اخي المشاهد متصل من منين؟ ونرجو ان شاء الله من جميع المواطنين الموريتانيين اللي استفدت كل هذه المساله الجزئيه واشكركم جزيل الشكر واشكر طيبتكم وارجو من الله ان شاء الله انها تتواصل مع هذا البرنامج اللي تطلع بياتكم من التحديات واشكركم جزيلا واشكركم الطبيعه على البرنامج الشيق الصباح شكرا جزيلا. اخي المشاهد كنت نختار تقول لي انت من وين متصل؟ محمد ابراهيم متصل من غامبيا. غامبيا صح، نحن هم وجه مقارنه في غامبيا تبارك الله شيء نظافه. غامبيا دول المغرب العربي يلا المغرب العربي كامل نظيف ما تقولوا عنه مسق. صحيح احنا واحدين من للاسف نقول معنا مكالمه ثانيه مجرد تحيه خاصه وجميع جاليه الموريتانيه في غامبيا نقبل مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا وسهلا. الو يا كباس ما شاء الله فتبارك الله الاسم الكريم ولا متصل الجماعه نسف لانقطاع هذه المكالمه. نطلب من المخرج الوقف لقدر المكالمات. نطلب من المخرج ان يطلع الفيديو. يبدو ان عندنا مكالمه سميره حاني شوي نقبلوها. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمه الله. طالب درس. الو وعليكم السلام ورحمه الله. ما شاء الله فتبارك الله بخير وعلى خير الحمد لله. الموضوع ما شاء الله زين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الاسم الكريم من المتصل. مرحبا بك وسهلا. زين تفضل اخي الكريم معك الضيفه اللي عاد عندك سؤال. لا حطنا شنو الحوثيه من باب النظافه. كما قالت هي نخبطنا في المارج الان نخبطنا كما قالت هي ضائبه كمان تعمل تمشي عدد ندوات في الفندق. ليش؟ إذا كان شيء مخلوق من عند الولاء قلبي. وكيف؟ وعلى أكثر نجد في الانتقال يعدد. نأسف لانقطاع هذه المكالمة. نأسف لانقطاع هذه المكالمة نأسف عليها. نطلب من مخرج عنا نستكفى بقدر المكالمات ويطلع الفيديو الأول عدوا تكلموا عنه إن شاء الله.
ما خويك لقينا على سلاف ياسر وقلنا عليها ولا شوف اصاحبي جانا الله اصاحبي بلا ما الراجل اولادو اولد الاول اولد الثاني اولد الثاني على المدار السيده بوفري صورني صورني باش يعرفوني باش يجيو يدوروا معايا لا لا ما شو هاد الناس هادو صوره معايا صوره انت واش فاضي لهو سكوت شاد لا ما يقالش صوره ما يقالش ما قالش لا ما عنديش فلوس بغيت نسيت كاس في شوف مصاحبي بلاد مصاحبي شوف شكون شوف الفيديو ياك اين ما شوف شكون شوف شكون شوف بلا من بلاتي وبلاتي واخا بيسال الفيديو راح ليكم هذا اعوذ بالله من الشر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جوج حروزه شوف عائله كامله هذو هكا 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 ديال القرض سكور شوف شوف هذا شي حاجه خنزه شي توب هذاك شي حاجه شكرا جزيلا المخرج ضيفتي الكريمه نهى نبقيك تكملي شويه عن هذا الفيديو من رايك انك هذا قاع زي ما قلت لك سابقا زين اكتشفت حملات يا الله يسمح لي بعد المجتمع على صراع سبيل طبيعتي عندي فيش انتهاء وكتي هذه ضركه الحاله اللي هي سجل في المغرب راهي هون عندنا احنا هناك الصور صور ترقاش نقول له صابري ما صبير خلعانه ملي عادي صورة تجبري صورة مرأة والله راشد مديور ومكتوب عليه ذاك المكتوب على ظهره اللي أنا ما نعرف وشنه خزعبلات يقراهم لا صاحبهم اللي يقرأ هذا ومديور عليهم زاز واية وتاقط ومديور عليهم هذا سكوتش وننتهت تفكيه فكوا شاكة عنه زاد ولا كيف هذا دواري صورة رقاش ومكتوب على ظهر هذا المكتوب عليه اللي ذاكره زين وانت يا فرمان الله معاك شخص قد يفك لك ذا معاك شخص انا ماري جبت الوهر المختصين بي انا ني جبت وشرط روح صيره قدام داري وجبت الواحد من اللي يعرفوا هذا ويقرا وانا ضري فاصل سمعتي تركي ما تخلع منه ولا قادي له في شيء ومعدلت كاع نوفيا في احمر نمشي من الخزعبلات قالوا والله اللي هو سكتوا يا قير احنا قاع بس نحل نعرفوا رواقي شنو رواقي نعرفهم يقعد هو يقول ذا موزع هون وذا موزع هون يقولين حصلت منه اسم رقاش ويطرح اسم رقاش وحدد لك النوعية المعدلة وشن هي والصور هذا كثير ذا هو اللي عادوا جايبين وزير بليد والله جايبين بليد جابوهم صور رقاش سقفوا صور مرة والله راجل وعدلوا على ظهره نفس الشيء وانت يتفكي تقلع الزاز وهاي وارك عليها ذلك التاقط وعليها ذلك سكوتش زين دخل في واحده من ذوك البريكات زين هذا الفيديو هذا قلم الشعر اللي هما صحيح يعني. هذا الفيديو طبعا في الجزائر وماله شي معدل الجزائر مولي والمغرب العربي معدل حمله تقريبا ما متباعد حمله العدد صحيح صحيح الدليل عليها من هناك هي موجهه للدوله بلي رقاش من عدل روايه تقييد وتعود يحثو العالم تاربه يا الله انت انتبه لي هذا قلت لك انه هناك قضيه النخبه ما منين لاكاتيا مثلا كيف رقاش ابتكر روايه والله عدل صناعه معينه والله عدل روايه فريد مثلا ما كان دخيل على المجتمع ومصلحته يا الله النخبه تنتبه لها هذا ما هو دوره احنا ثقافتكم اللي احنا ما انعكست علينا ما نعرف قضيه شنو زين شوف احنا نعدلنا ما سمحي لي ما نطول عليك نعدلنا ذي التنظيف ذا هو وخلق فيه ذا هو الجزائر تربتنا نهار هذا مصر يا ضرك مش كيف تباركين والمغرب وتونس المغرب وتباركين معاه
اذا بين الفضل يبغى يرجع لمن؟ رجع له الموريتاني لانهم هم اللي ولوا هم الاول حق بعض. شفتي هاي ضركات يا روايه لو كانت اللي كانت دوله ثانيه هي السباقه في ذا الموضوع يعود مثلا عن طالها قدرها ونطالها مثلا الافكار دي بادئه تدخل على المجتمع نو هون ما في ترى حد قاعد يسوي لك صحيح صحيح الوزارات هم اللي من هون تيا اللي قط طرحان هم ملف ملفات ها ما انا اللي نجحت مش قط طرحان ما في جاوبنا ما بديك الطابله ضح ما قط رد علينا قاعد ايش من يجي يقول انه سمعت ماما هون لا تدخل كثير مشكله نطلب المخرج عنه يطلع عليه الفيديو الموالي عد ان شاء الله تتابعوا مع أين كشفت حملات تنظيف المقابر عديد التجاوزات طلاسم سحر وشعوذة أعمال تسيء لحرمة المقابر نتعرف على التفاصيل مع هند مرين للجزائريين علاقة خاصة مع المقابر زيارة الأموات من الأهل والأقارب للترحم عليهم تقاليد راسخة في كل مناسبة دينية نتكاسبت وش رام يديروا وليت نتبعهم نلقاهم يديروا فسحور ميزوروش إطلاق الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي لمبادرات وحملات تنظيف للمقابر كشفت المستور سحر طلاسم شعوذة صور فتيات وشباب مشاهد صادمة تصادف القائمين على عمليات تنظيف المقابر ضع في جعبة نحاس مع الشمر عرقلة الزواج الربط على الإنجاب التفرقة بين الأهل والأزواج طلاسم وقصص تروى حول أمور صادمة يخطر عليها في المقابر السحر من الموبقات من الكبائر التي نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وحذر منها ويستنجد به هؤلاء إلى السحر نتيجة إلى الضعف الذين يلاحظونه في حالة من حالات المجتمع والسحر حقيقة لو أثر فعال على نفوس الناس والأمراض الخطيرة ومن المآسي التي يرجع إليها السحرة هو استنجادهم بالمقابر وكل ما يتعلق بالقبر سواء من الماء الذي يغسل به الميت وصيغة الميت الذي يرحمه الله عز وجل أو القبر أو الكفن أو ما يتعلق بكل القضايا المتعلقة حتى بتراب الميت غياب الوازع الديني الجشع والطمع وتنصل الأسر من مسؤولياتها كلها عوامل وراء انتشار الظاهرة وافضة بكم مشاهدا كرام الحمد لله على هذا الفيديو شفتي ضيفتي الكريمة بغيك تعطي هذا لا حول ولا قوة إلا بالله هذا نحن ما أنا ما نتفاجئ منه باللي هي رواية جبرتي وطنك وبلدك ماتيتي تقدري تتفاجئ منه باللي هذا قاعد اللي تبرو يبدون اشبه قاع اشبه من اللي اجبرنا نحن والله قاع اقل مثلا احنا قلت قلنا يجبروا العظام رجل مكتوب عليها اسم رقاجو راسها مقمص في روايه حمراء وهي مكتوب عليها كتاب الصفا احنا يجبروا الصبور الواقيش احنا يجبروا السلوك احنا يجبروا الجداول اللي متان اللي واحد يضر واحد يزقنا راسه مشقل ثلاث ريش تقل واحد يتصال معاه وصرته واحد مات لي يسلم على امه ولا ابوه ولا اخته مثلا تقريبا انا من رايك انا قطش بارتي حكايه اذا نبت في 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 عائله من رايك عائله انا قط مره في ندويه تميتي هذا هو لي انا ما نقدر نقول عن السحر ما هو خالي ما نقدر نقولها بيا اللي حد شاف الهند وشاف المغرب اندونيسيا وانا قاعد على المغرب دول المغرب العربي ما نعرفهم بالحقيقه انا نعرف اسيا والخليج وسلطنة عم مع كامل احترام للعمانيين والله يطول اعمارهم ويحفظهم واهلنا ونقدم لهم تحيه منهم سلطنة عمان فيها ياسم ذا النوع كل حد يعرفه لان بنو الموضوع ما هو ما يقد حد يقبال انه يقول يفند عنه ما هو موجود اللي نحن شفنا واقع انا قطيت تميت في ندويه لان ذا هي لحد من العليات شايفه الشيء مراه كبيره شايفه الشيء على ولدها هي وذيك النهارات مزيت قابلت لي هستيريا بالخلعة وماني شاكة انه خارج بدي الكمية وتو قلت لهم شوف لا نطلب منكم رواية اللي منكم ما جاء ولده وعدلوا رواية متعدلة والله شاف خوه ما هو بحاته والله شاف
بوتركتو ما تلم سول عنهم. والله والله شاف حد مثلا ما تلقى دست والله ترك خاسر قرايته والله جنت والله ما عندك لقنا اللي يطلب مولانا العافيه ويعرف عنه يعذره بكل ما ما دمنا جبرنا هذا ما تينا نقدو نقولوا له رجاش عن هذا انه من ارادته هو والله من سوء اخلاقه والله ما قدر تربيته. هذا هو ناتيها قدر من الانصاف نبغينا الناس تنصاف بها اولادها وبناتها به اللي ما هو شيء معقول. نبقى مولي الناس تنتبه لصحتها لاني سمعت عالم في السعوديه راه وقع في اليوتيوب واحدين منهم من العلماء قالوا عن ياسر ذي امراض السرطانات المنتشره وامراض اللي في هذا عنها سبب العين وسبب هاي الاسحاق وانا مولي ماني 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 ناس صحيح اللي انتشر شيء الا امراض مو طبيعي صحيح لعاد من التقضيه لعاد من الجو لعاد من هذا لكن هذا العامل بعد موجود هذا العامل ما لا يمشي حد يعدل الرقاش بعد داير له بالخير قطعا نعم بالله الخير ما هو فهمت حد مشيت يتعدي جدا معناه انك ما تدور هنا تيها دور الناس بعد قاعد تصف اولادها اللي دائما فيها واحدين شايفين على تركتهم وشايفين شي على قرايتهم شايفين فما تيها ياسر من الخرابيط مجتمع تو خربوطي صحيح صحيح لين نرجع شوي للصفحه عندك هون رساله من سيدي بويا محمد مبابا السلام عليكم تحيه طيبه لكم الثنائي تميز والابداع صفيه وسميره من منبركم هذا الكريم اشكر جزيل الشكر هذه سيدة طيبة الوطنية النوها شكرا جزيلا لها على الفكرة الأكثر من رائعة والعمل الميداني المتميز لا شك أن النظافة من الإيمان والحكم عاجز كل العاجز عن تنظيف العاصمة والواقع اليوم خير دين على ذلك السبب هو عدم دراسة جيدة تمكن من القضاء وبشكل نهائي على الأوساخ نشاهد فقط صفقات بالتراضي تم تقسيم مقاطعات نواكشوط على رجال أعمال وتكليفهم بالنظافة وفشل للأسف وحليفهم قال لك لذلك المليارات المخصصة للنظافة تذهب في مهب الريح ولا شيء تغير والمواطن أيضا يتحمله هو الآخر جزء من المسؤولية بوصفه لا يبالي رمي الأوساخ في الشوارع تهمه فقط نظافة بيته من الداخل ولا يهمه من الخارج الشوارع جميعا متسخة وتنم عن البداوة وفي الأخير أشكر هذه المنظمة وأطلب منها إضافتي إلى العمال التنظيف يقومون أيضا بتوعية المواطن حول أهمية النظافة ولدي سؤال لضيفتكم زين سيدي بويا محمد مبابا كما قالت هون واحدة من البنات معلقة لكن هذا ما قال مثل السؤال ولدي سؤال لضيفتكم الكريمة أو اثنين هل سبق وأن قدمت ضيفتكم الكريمة طلب مساعدة من المجموعة الحضرية بالفعل والله اللي قدمت لها بعد طلب قدمت لها طلب وأنا ما أنا أنا ما أنا أنا ما مثلا رياضة هنا تيها نعود حد مدخل أفكار جيدة على الوطن رياضة تماشي مع الحقيقة لأن رقاش مشي نقولوا نحن السيدة مشي يعني مستقيم يدور يتم يوصل يدور يوصل الأهداف الاستقامة مجموعة الحضرية والله اللي قد قدمنا لها طلبة أولا خارقة مرة هي الحملة اللي عدلنا في تجولين ساعدتنا ب 20 بلاية و20 شين قالوا 20 رتو وتو خارقة مبلغ محدد توقعت عنها للمنظمات الخيرية والمنظمات هاي المدنية بمبلغ 200 ألف كل واحدة منهم تمشي لها مرة وهذا قطعا نحن مشيتونا شيء آخر في موريتاني كامل ما يقد حد يقوله يقير المنظمات المجتمع المدني في العالم يا الله يعودوا هم مكملين للحكومات طبعا لهم دور كل شيء قرارات وفرويات وشيء ما يخص هذا هي نحن شاكرينها يا قير مولي جيناها مرة أخرى لأنها هي بليدات تابعين لها وطلبناها عنها تساعدنا فيهم ولا هي اللي جبرنا للأمانة جبرنا راجل في ماتيها والمتوالدة قالنا هي قالت أنا متى متعاملة معاكم لا ثم قاعها ونور القمر هذا باركم ياسر ولا تتعاملة معاكم مثلا عنكم مثلا خبركم ذيك ياسر الشقر اللي بدا لكم منه هذا ما هي لقيته انه مباشره غير قالوا لنا الراجل فما تبنا اليوم ودعناه في الله ان شاء الله تعالى ما تنقولوا ان شاء الله قال لك هذه الاشغال التي تقوم بها هي ولوازمها هل تستمر مستقبلا ام فقط مبادره موسم فقط لا شو ما هي مبادره موسم انا مجهوداتي الخاصه عدلتها من هو
نخاطب الدولة الموريتانية، الحكومة الموريتانية، أن نحن مواطنين كما هم مواطنين، صحيح. وكما هم يخدموا موريتانيا، حتى احنا مولي عندنا الحق بنخدم كل هو يخدم بجهته، كل حد يخدم بجهته. نحن مولي ما لنا مستحيين عن نقولوا عن هم مواطنين، والوطن لنا جميعا، صحيح. وطن لنا جميعا، ونعيده ونكررها، معناته عنا نحن يجيب لنا يعطى لنا الفرصة نثبت ذا اللي نقوله، وده هو هناك مسجل، وده هو مستعدين للعمل ومستعدين للشقر ومستعدين قاع عندكم خبرتنا لا والو لنا كارتيه واحده ورونا هاي الكارتيه راهي تعني منظمه نور القمر ورانا ذيك الساعه نشدهم في اللحظه زين. وفي الاخر تقبلوا تحياتي اخوكم سيدي بويا محمد مبابه، وبلغوها عنها ترسل لي طلب صداقه على فيسبوك شخصيا ما قديت. شكرا جزيلا سيدي بويا محمد مبابه. شكرا صافيه. الوقت ما ترى من ياسر ضيفت الكريمه. صحيح سميره حين شوي كنت لاهي ناس المتابع الدائم برنامج صباح الوطني والمعلق دائما فيه محمد محمد ابو. السلام عليكم، تحياتي لكم صافيه وسميره. لا شك انه موضوع مهم ويستحق العناية، ويجب علينا ان نهتم بهذا الموضوع الذي لا يختلف اثنان عن اهميته. وتحياتي للضيفة الكريمة، ونشجعها على هذا العمل الدؤوب، واتمنى ان تتطور هذه الفكرة حتى تمتد للمدن الداخلية. تحياتي، شكرا جزيلا. اذا حبيبتي بين جاوبك على اللي قال لك الطفل بركات اياها، ياك ما نطول عليك الوقت. انا احنا برنامجنا ممتد من عند لان يعطينا مولانا الفرصه لا يشمل المدن الموريتاني كامل ان شاء الله تعالى. من انت اعطانا مثلا اعطانا فرصتنا وتو احنا خاصنا نجبر الفرصه، خاصنا نجبر الدعم، خاصنا نجبر الدعم المادي والمعنوي، نجبروه من الدوله ونجبروه من رجال الاعمال، نجبروه المعنوي من الناس تقوم معنا كامله. لهذا انا قايله لك عنه ما ولا يعطي سنتين بحالته هذه، باللي البرنامج بعد اللي عندنا نحن ما تعرف الشعب عنه انه ما خارج يكون النظافه واستجابتهم للشركات بين اللي احنا ما تنجاحدين عليها شيء ولا تنجاحدين على الجويه ان شاء الله مستقبلا شيء. صحيح. باللي يضيعوا دور المواطن، كان المواطن دور المساعده. شوفي هون روايه ما له يقولوا النخبه المقطعه الدنيا، النخبة الموريتانية ما هي اللي تقول احنا قطب شينا عدلنا أميتينج بعضنا شين قالها شو تقولوا لا تفرق هذه وقعدتوا وعدلتوا محاضرة لا موسمي سياسي ايه؟ عدلوا هي قائمة ايه ما قعدتوا انتم ايه؟ ومعاكم دكاترة وراه يالكم كذاش ويخسر ويعدل ويواسي والمرض وما نعرف هو شنو هو والأسباب بعد قاعد مدمرة هذا ماكو لا تعودوا قطع عدلتوا يا قاير لين يعودوا مثلا رواية ثانية ذا هو قلت لكم الأنانية لين تعود رواية ثانية فيها مصلحة شخصية لا تدفع الناس كاملة وراها وهذا ما يبتنا به الدول ولا يبتنا به الوطن. نو. زين صحيح. زين ضيفتي الكريمة يتكلم شوي عن نظافة المدارس. احنا بركاتية رانا عدلنا دعوة عليه في التواصل الاجتماعي ومن هون موجه تحية للشباب مرة ثانية. موجه لهم تحية كاملة وموجه للناس اللي تواصلت معي على الواتساب وفيسبوك عنهم استجابة معانا ولا تقوم معانا احنا خارجين لا هما. عندنا تنظيف للمدارس لا يبدا من تاريخ 20 نفذ الشهر اكتوبر 20. شنو هو ذاك التنظيف؟ لا يعود تنظيف المدرسه مع التشجيع امن الى طانا مولانا ان شاء الله حيله عننا قبضوا كل تلميذي ونعطوه هذه سطيله صغيره ونعطوه بذور لعدل الشجره وعود يكتب عليها اسمه لنعود يعطي الشهرين نشوفوا احسنهم شجره نقضوا من عشرايا كلهم احسن شجره لعشرة اطفال ونعود ونعطوهم تكريم جائزه مثلا ديك الجائزه جاء حد ما نبقى نقول له تركي لا سمع في البزه يقال بعد نعلموهم ولي عن المدرسه ما يزرق فيها شيء ولا يتوسى له وعن ما فيهم واحد يسوه له قالوا هذا والله ما قالوا هذا ما زين على رقاجي وخاضر الشارع حتى قايس مدرسته والمعلم مولي كيفته ما هو مصقول ونظيف هذا المعلم مولي اللي يشيل المدرسه دراعته ما هي مصقول والله تركي ما هو مصقول لا ولا يعلم علينا يترك مولي عنده السخر وهي عادي الانضباط مشكله انضباطه يلتك تمولي مولي تجي على شيك ياك تترك مولي يتعلموا منك هذا والبنات ما يضلهم يطلعوا المدرسه يكون سارحات رؤوسهم والباس ومسوكين نظافه مسوكين وصاقرين الاسنان والاسنان تسواس السنين التركي يمرضهم يسبب لهم ياسر من امراض الرئه وضعفهم مولي الضعف يشير ما ينمى مثلا عندنا احنا هما مازالت حلقات غلا نبدو بها 20
لأن سابق ذلك سابق في المدرسة كانت عندنا ذيك قضية المخدرات في الوسط المدرسي وراني من هناك مجتر السلطات رأي ترك رايحة وعرفوا لي الشي جعلتوا مثلا رايحة مودي حق حق زين اعتبر ان احنا نأتي معاك في هذه المبادرة إن شاء الله يا رب ولنقوم معك إن شاء الله يا رب يوم 20 إن شاء الله يا رب لنعود معك إن شاء الله متمنيين إن شاء الله أنا متمنية من هذا المنبر من برنامج صباح الوطنية عن هذا الكوكب الإلهي توشح في عيد الاستقلال كتير تعود هذه السيدة تمنهم صحيح بيلي تبارك الله تستحق هي ما شاء الله الوحيدة اللي متباركة مع هذا العمل أنا بعد إن شاء الله مقدرة شابرت عليه ياسر ياسر من مشاكل وياسر مش لا نختار الدولة بعد لا ترد لك بعد على الأقل لفت بتكريم يوم عيد الاستقلال المقبلين عليه إن شاء الله إن شاء الله ضيفتي الكريمة شنو هو مطلب للدولة موجه للدولة حالا بيبان الوقت أنا بعد حالة ركاتي طالب من الدولة بعد طالب من الحكومة بعد طالبي أنا اللي ضيفتي حالي عنها أولا طلع حيوط المقابر صحيح تفوق حتى لهم حكمة من الشرطة والله من الدرك يسوى قاعة هذا اللي فماتي خسرش والله ما يخسرينها فوضى كب عليهم مبارة حرام وتفوبي وشوي ولا هو شي ولا هو وفاء تطلع الحياة وديران عليه سياش شباك ما يخلي حد يقدر يطلع من فوق ولا يكب مش ولا رصة وديران عليهم ولي عسكريين ما هم هذو اللي ما قادر يمشي بهم اللي هذو اللي فماتي عياه وعودوا فهم وعياه وما يعودوا فهم فماتي شوي خارق دحمي سايجينه طلعنا لا تروازا يا نشتغلوا تمين نشتغلوا لستة وعاد لا يقلعون من الكلام مقبرة عدنا أنا بنفسي نمشيوك ونمشيوك بيا الخلع من الكلام فهمتي الكلاب دافعين من القرى والمشوشة دافعين من القرى ها ما يتواس حتى المعيز والحمير ولا هذا والحيوانات السايبة داخل الشرع هذا ما هو ما هو يا الله ضيفتي الكريمة شوي لي تسمحي لي نقول المخرج يعطيني مكالمة يبدو عنها من اليوم مكالمة مسرة عندنا تقعد تعود من الخارج طلب من المخرج يعطيني مكالمة ألو السلام عليكم هل بين مولي من الحكومة تحاول معنا ألو السلام عليكم نحن مولي لا عندنا حق كيف شركات النظام صحيح صحيح ألو السلام عليكم يبدو أنها تقعد هي آخر مكالمة صحيح هي آخر مكالمة ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم ورحمة الله ألو السلام عليكم ورحمة الله ألو السلام عليكم ورحمة الله ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله فتبارك الله الاسم الكريم ليه متصل مرحبا بك وسهلا ومرحبا أهل المغرب تفضل الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله الو للاسف فقدنا هذه المكالمه من المغرب كانت يبدو انها ليت مداخله مهمه صحيح نستكفى وبدا القدر من المكالمات في الوقت تفضلي ضيفتي الكريمه تفضلي ضيفتي الكريمه كلمه اخيره تبغى تقول شيء مقدمه تحيه للجميع وطالبه منه كامل يتعاون معنا هذا كامل وطننا وما هو لحد سوى ومن هنا احنا كاملين ويلا بدنا نتعاون من هنا ومن هون موجهة تحية للحكومة وطالبة ما أن أعطت فرصة لشركات النظافة تعطينا نحن مولي فرصتنا نثبتوا مثلاً ذا اللي قلنا وبعض اللي هامنا نشروا لا يجربوكم بعد يجربونا بعد يشوفوا بعد قاع احنا ذا اللي نعدلوا شنو والأمانة أمام المجتمع كاملين رانا موجهين لهذا الطلب تحاول تعاون معنا وتساعدنا بما ساعدت شركات النظافة وتواسم الحالة اللي تعدل معنا احنا حالة مولية كان نقدر نوصل التوعية حول هذه الأضرار ذي الياسلة ولا منها بعد قاعد هذه قضية التسرب المدرسي لرئيس الدولة مهم عنده ويطالب به وقضية انتشار المخدرات بين الوسط المدرسي وهذه قضية النظافة هذه قضية النظافة راهي بلاء وجه العاصمة يلا يعود وجه جميل يلا يعود وجه حضاري يلا يعود يمثلنا احنا من انفاسنا كانفاسنا احنا نؤمن احنا ان احنا موجودين ولا دخل علينا ضيف ذا هو احنا اللي نقولوا عن انفاسنا من الثقافه واللي نقولوا عن انفاسنا من التقدم وهذا نثبتوه على ارض الواقع صحيح انتم وجهه التحيه وطالبتم التعاون معنا وجزاكم الله خيرا شكرا جزيلا شكرا انتم على ان شاء الله التعاون معنا الله يسلمك شكرا ولنا توفقوا قضيه المدارس ان شاء الله التوفيق ان شاء الله طالبة من النخبه انها تم تعدل محاضرات للمواطنين ولا تحضروا ذي تعدل شاد اخباره ان شاء الله انا بدوري شاكرتك انت وان شاء الله اتمنى الجهات المعنيه تسمع طلبي
عني ندورك الشهر وتوشح بعيد الاستقلال. الاستقلال يوم الثامن 20 من نوفمبر الشهر ربي المقبلين عليه. وشكر التواتر اللي قابلنا ناقلين نورك نقل مباشر مش تحية خاصة وشكرا جزيلا. إذا مشاهدا كرام مشاهدي قناة الوطنية ما بقى معنا الوقت ما نشكر فيه ضيفتي الكريمة وهي رئيسة نور القمر السيدة نهى محمد صالح ونشكر صافية اللي كانت معي في عدد هاي الحلقة ونشكر المخرج الرائع مهاجي جلو وهذه تحياتي سميرة سميل وما إله إلا غدا إن شاء الله موضوع جديد.